يبدو أن روسيا باتت الآن مضطرة لطلب المساعدة من حلفائها في مؤشر ينذر بنفاذ مخزونها الخاص من الذخائر. كميات كبيرة من الرصاص والصواريخ وقذائف الهاون زودت بها إيران روسيا سراً من أجل حربها في أوكرانيا، بحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية. زعم التقرير أن سفينتي شحن ترفعان العلم الروسي ويطلق عليهما موسى جليل وبيجي غادرتا إيران في يناير الماضي متجهتين إلى روسيا، وهما تحملان نحو 200 حاوية مليئة بالأسلحة. وتضمنت الشحنة حوالي 100 مليون رصاصة و300 ألف قذيفة، من بينها قنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وصواريخ للمدفعية وقذائف للمدرعات، إضافة إلى نحو 10,000 سترة واقية من الرصاص دفعت روسيا ثمنها نقداً بحسب التقرير. وقدمت إيران مئات المسيرات لموسكو التي استخدمتها في مهاجمة البنية التحتية في أوكرانيا. وأثارت هذه التسريبات مخاوف غربية بشأن احتمال أن تبدأ الصين خطوة مماثلة في تزويد روسيا بالأسلحة.